اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. خلاص يعني كده رسميا الهلال بيوصل لنهائي بطوله كاس الملك سلمان للانديه، هيلاعب يعني الغريم المعتاد ليه، هو طبعا نادي النصر. امبارح الهلال يا جماعه بيكسب الشباب 3-1 بماتش كانوا بيقولوا فيه احداث غريبه جدا. انا يعني بصراحه يا جماعه بيني وبينكم ما اتفرجتش على الماتش عشان خاطر يعني النور كان قاطع، يعني الحمد لله. قلت بقى كده اجيب الملخص واشوف الهلال كان عامل ازاي قدام الشباب. بيقولوا يعني كمان عبد الله المعيوف اتطرد في بدايه الماتش، تخيل يعني الهلال يكسب 3-1 وهو ناقص لاعب من بدايه الماتش. بصراحه حاجه عظمه. ويعني في شخص كده معانا يا جماعه عايز اشكره، وهو يعني نواف النجدي ابو خالد على الدعم يعني اللي عمله لي، يعني متشكر ليك ابو خالد. فانا بقى اتفرج على ملخص مع بعضينا، بس طبعا ابتدي مش تعمل لايك، يعني عايزك تنزل دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع. طب لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكب بقى عليك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا. يلا عم تعال نشوف في الهلال والشباب 3-1 نشوف ايه اللي تم. بيقولوا في تهدي لعبد الله المعيوف في بدايه الماتش، وروبن نيفيز كانو اخيرا يا كانو، يا لهوي يا كانو، اخيرا يا اخي اخيرا. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. برج ايفن نط يا جدعان، اخيرا برج ايفن نط. لا يتحسب بجد، لا يتحسب بجد. اول مره يا جماعه بجد اشوف محمد كانو بيطلع بيلعب كره بدماغه بجد. داخل في سنتين بشجع الهلال، اول مره اشوفه بيطلع كره بيلعب بدماغه. لا بجد غريب بصراحه. كانو عامل بري سيزون يعني بدايه مش عايز اقول لك عالميه بجد. يا عيني مش قايل. يا سالم يا دوسري حرام يا سالم. مش قايل لعيب يا جدعان، لعيب سريع حريف مهاري. يا سالم ده جون بحر، يا جدع. يا لعيب يا سعود سافيتش، يا عيني يا سافيتش. لا بجد الهلال، ايه ده بجد يا جدعان، الهلال بيظلمنا بجد. الهلال شغال بيطلع، مستواه بيزيد مستواه بيعلى، المدرب شغال صح، ودي حاجه جميله. سيفر بانيجا لعيب يا جدعان، لعيب. دي كره الطرد، كرة الطرد. يا معيوف طلع بدري قوي بصراحة، طلع بدري قوي 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 بجد. طلع بدري، فداك يا معيوف فداك، عشان ايه تبقى جاهز كده لأول ماتش في الدوري. مش عارف بصراحة اسمه اللي نزل، بس عادي يعني. ايفر بانيجا، بانيجا يا عيني يا جون، يا عيني. بص برضو ايفر بانيجا صايع حاططها في زاويه الجون، بحس ان الجون لسه نازل، فبالتالي ممكن يضرب لخمه ويخش جون. متخيل العقل واصل له فين يا جماعه. سعود عبد الحميد الله اكبر عليه بجد، صايع برضو ايفر بانيجا، ان الجول لسه نازل فلسه مش 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 جسمه سخنه او عايش اجواء الماتش، فحارتها في زاويته بحيث ان هو ممكن يتلخبط. يا عيني
شاب برضو والله فرق محترمة يا جدعان بجد من الفرق المحترمة. بص جمهور الهلال الله اكبر عليهم بجد جمهور عظيم. يا عيني فوق صح كده يا عيني. سافيتش لا 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 جميلة 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 لا 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 في مزيكا في سافيتش تالت ماتش ليه في مالكم تاني ماتش ليه في سعود لا 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 يا عيني يا سعود يا عيني يا سافيتش انت ومالكم. لا ده بيعزفوا بجد بيعزفوا في الملعب. مالكم اتصاب ولا ايه؟ خلص الشوط الاول مالكم اتصاب سافيتش؟ مالكم التحرك؟ مالكم يا جماعه مش مهاجم؟ انت متخيل اللي بقول لك ايه؟ مالكم مش مهاجم بجد؟ مالكم جناح؟ متخيل المدرب بيلعبوا مهاجم ولغايه دلوقتي كده جونين؟ سافيتش يا جدعان بجد انا قلتها في الفيديو بتاعه ان هو انا من احسن الناس اللي شفتها بيلعب الدور الهجومي بجد. لعيب نص ملعب بمواصفات هجوميه مش طبيعيه بجد. بيتحرك ما بين الخطوط يعني ما بين قلوب الدفاع بطريقه مش طبيعيه، ما بين الخطوط يا جدعان، ما بين يعني الجناح فاهمني، وما بين الظهير وقلب الدفاع. سالم يا عيني يا مشعل شايل احلى واحد يشوط الهواء بجد يا جماعه، بيشوط الهواء كتير قوي. كله بالي تقريبا من ماتش الاتحاد وفاي يا ساتر يخرب بيتك يا كويلار، ده انت بتاع الهلال يا كويلار. يا لهوي يا جدعان طلع صاروخ يخرب بيتك يا كويلار، يخرب بيتك مطلع صاروخ. كرة في اوفسايد عامة يعني. يا جماعه الحكم امين عمر بصراحه غريب، الحكم ده مصري. وجاي ويحطها امام المحامي السيد المصري امين عمر. مش عارف ما فيهاش حاجه والله يا امين، والله ما فيها حاجه يا عم امين يا عمر. ازاي ده انت واقف قدامها؟ في مكان ما لمسوش خالص. ايفر بانيجا يرجع فيه الشبابيه عن ايفر بتهزر والله. انظر بنيجا بيلعبها حلو صايع. احدهما سيسدد بنيجا اقرب، هو بنيجا اقرب. طب بعيد قوي بجد. بتكمل بقى معايا في الفيديو لايك سبسكرايب شير، روق علينا كده ان شاء الله الفتره الجايه تشوف محتوى قوي جدا مع بدايه الدوري. هو ده في راس يا جماعة بجد ولا مين ده؟ لا كنت بحسبه في راس صدق. اوعى يا ساتر كانت كراتك يا احمد عبده يا ساتر. في اوفسايد عامة، في اوفسايد صح. كانوا في اطوال بقى في ابراج. مين؟
عجبني بصراحه ان الهلال بقى فيه اطوال كتير، فدي حاجه تبسطني. اوعى يا سالم، اوعى اوعى يا بلاهي، اوعى يا بلاهي، حاطط ايدك ورا ظهرك ليه يا بلاهي؟ ركز كده مع الكوره يا بلاهي. الشباب يقترب، الليث قدم ذاته في مباراه ملحميه. لا بس بجد والله الهلال لغايه دلوقتي رجاله، متخيل يعني ايه بلعب ناقص لاعب في الدقيقه 9 ولا من الدقيقه 19؟ اخلص يا حمدان، ده انت بطيء يا حمدان. يا عيني يا سالم، يا عيني يا عين. اوه جول متوقع حلو. كم ظهر النوير في لحظه، طلع مره واحده فعلا الجول. الماني في هذه اللقطه نجح بانقاذ الموقف. زاويه 10 دقائق، الشباب يعود اليوم. لا 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 يا سعود، لا يا سعود، انت شفتش كده يا سعود؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر، العيال بتوع الشباب بيشوطوا كور غريبة. لا يا سعود ما بتشتغلش كده، دي يا سعود. إلى أيام العزيز إبراهيم جابر، مباراة كبار، مباراة كبار. يا ساتر يا بلاي، بس لا إيده ورا، إيده ورا جسمه، إيده جوه جسمه. في إحسان القحطاني بوجود لمسة وإليه ينتهي. وصلت إلى بانيجا جوعي. لا يا سعود، إيه يا سعود؟ يا عيني يا كوليبالي. يا عيني يا عيني يا عيني، كله بالي كله بالي. لا لا مش اماكنك دي، كله بالي مش حاجتك يا جماعه. الدقيقه 82، الهلال بعشرة لاعبين بجد رجاله، الله اكبر عليهم بجد. كله بالي عامل سبرنت في الدقيقه 82 جوه ال 18 بتاع فريق الشباب، متخيل؟ روح يا سالم، روح سالم سالم. يا عيني 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 يا سالم، يا عيني يا سالم، يا راي يا راي يا راي. يا لو على اسيست، يا لو على اسيست يا جدعان. يا لو يا جدعان على اسيست، يا لو على اسيست يا سالم. المشكله الحمدان ما بيندهش، يعني سالم لعبها ده ذكاء من سالم بجد. الحمدان ما بيندهش ولا اي حاجه، ولا احنا 2-2 يا سالم، مفيش. خلص الفيديو يا جماعه، يعني شكرا شكرا ليكم. لا بصراحه بجد يا جماعه لعيبه رجاله، متخيل يعني ايه يبقى بتلعب ناقص لاعب الدقيقه 9 ولا 19 مش فاكر كام، شوطين كاملين يعتبر، وبقى كسبان واجيب فيهم اجوان. فانت بصراحه الله اكبر عليهم. مدرب شكله شغال كويس جدا، فاتمنى نشوف ده ان شاء الله في الدوري ويحصل منافسه قويه يعني، واتمنى باذن الله الدوري يكون هلالي. فيعني لسه هنشوف الاحداث فيها ايه. بس بقى كده فيديو خلص، لو عجبك تشترك في الجرس، شوف لك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.